بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج بالعقل، والذي نستأنف فيها حديثنا عن منابع المعرفة الدينية في الإسلام، بعد أن توقفنا خلال شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات. وكنا قد توقفنا عند الحديث عن القرآن الكريم باعتباره أهم مصدر للمعرفة الدينية في الإسلام. وقبله قدمنا في عدة حلقات للعقل وعرفنا به وبينا موقعه من الإسلام والمكانة التي يحتلها في التفكير الديني الإسلامي إلى غير ذلك مما ذكرناه في تلك الحلقات. ثم أردنا أن نبين أنه ليس العقل وحده هو مصدر المعرفة الدينية في الإسلام، وإنما يتوازى معه ويسبقه الوحي. وقلنا إن الوحي قد صيغ ووصل إلينا في هيئتين: أولاً القرآن الكريم، فتحدثنا عنه وعن مفهومه وعن خصائصه وعن حجية الآيات القرآنية وكيف أنها المصدر الأول القطعي الثبوت والدلالة لكل ما هو من الإسلام، سواء كان العقائد أو الأحكام الشرعية. ثم قلنا إن الوحي الثاني هو السنة النبوية، ولذلك بعض العلماء يقولون الوحيين، يسمونهما بالوحيين، الوحي الأول القرآن الكريم والوحي الثاني السنة النبوية المطهرة. ولذلك نؤكد أن الإسلام كدين متكامل، نعرف خصائصه، نعرف أوامره، نعرف نواهيه، نعرف أحكامه من الوحي بصيغتيه القرآن والسنة، ويدخل في ذلك أيضا العقل كما شرحنا وكما سيأتي بعد ذلك في أمثلة تطبيقية إن شاء الله. فكما أعطينا القرآن حقه في الحديث عنه باعتباره المصدر الأول للمعرفة الدينية في الإسلام، فإننا ينبغي أن نعطي السنة النبوية المطهرة حقها كذلك في بيان حجيتها وموقعها من التفكير الديني الإسلامي، أو ما يسميه الأصوليون، يعني علماء أصول الفقه، بالمصدر الثاني للتشريع، باعتبار أن القرآن الكريم هو المصدر الأول، ثم يأتي بعد ذلك السنة وهي المصدر الثاني للتشريع. أما نحن علماء العقيدة فإن السنة عندنا واحدة من أهم الطرق التي نعرف بها مسائل العقيدة وتفصيلاتها، وبالتالي فإنه لزاما على المسلم أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكون مسلما على حق. لأن كما هو معلوم القرآن الكريم لا يكفي وحده لبناء المعرفة الدينية الكاملة، ولكنه يحتاج إلى السنة النبوية التي تبين معانيه وتفصل مجمله وتكمل الأحكام التي استعبدنا الله عز وجل بها
فيما لم يرد في القرآن الكريم، لكي يكون مجموع الأحكام الواردة في القرآن والسنة هو مجموعة الأحكام التي استعبدنا الله عز وجل بها نحن كمسلمين. ومن خلال هذا الكلام أيها الإخوة الكرام يتضح لنا أن السنة النبوية واجبة في أحكامها، واجبة أن نأخذ بأحكامها وأن نعتبرها مصدرا من مصادر المعرفة الدينية، فبغير السنة لا يقوم للإسلام قائمة، بغير السنة لا يمكن للمسلم أن يعرف أمور دينه وأن يحقق العبودية الحقة لله تعالى. فالسنة إذن من هذا الباب سواء بسواء مع القرآن الكريم في مصدريتها للمعرفة الدينية، هذا فيما نعرفه نحن المختصين في العقيدة. لماذا؟ الأمر مبني على أن كليهما وحي، القرآن وحي والسنة وحي، هذا هو المشترك الرئيسي الذي يشترك فيه القرآن مع السنة، أن كليهما وحي من الله عز وجل. وفيما يخص السنة النبوية فإنها كلها وحي من الله تبارك وتعالى، وذلك بموجب قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية هي الدليل الرئيسي الذي نستند إليه في إثبات أن السنة كلها من الوحي. لذلك فإن ما ورد في السنة من أحكام وما ورد فيها من معلومات عن مسائل الغيب وما ورد فيها من أوامر أو نواهي إلى غير ذلك هي تماما في ثبوتها وفي وجوب العمل بها كتلك التي وردت في القرآن الكريم. فالسنة النبوية إذن يعرف المسلم في التزامه بدين الإسلام بمدى تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي المسلمون الذين يحققون الإسلام ويطبقونه كما أراد الله عز وجل سموا بأهل السنة. سموا بأهل السنة، أهل السنة هم أولئك الذين يستمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطبيقات العملية للإسلام. وعندما نقول أهل السنة أو أهل السنة والجماعة لا يعني هذا أنهم ليسوا أهلا للقرآن، لا، هم أهل القرآن وأهل السنة، ولكن لأن كل الفرق وكل التيارات من المسلمين لا يختلفون عن القرآن حول القرآن، فكلهم يأخذون بالقرآن، يبقى أن الأخذ بالسنة هو المعيار الذي نفصل به بين المتبع وبين المبتدع، بين المتبع لله ورسوله وبين المبتدع الذي يأتي بأشياء من عنده ما أنزل الله بها من سلطان، ونسمي هؤلاء بالفرق أو أصحاب الأهواء والبدع كما هو معروف. فكلما كان المسلم مستمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى منا كمسلمين، وكلما بعد عن السنة أو فرط فيها أو لم يأخذ بكل ما ورد فيها كان ذلك أبعد به عما أراده الله عز وجل منا كمسلمين. لذلك واجب علينا أن نعرف أولا بالسنة ثم نبدأ في بيان حجية الأخذ بها في كل مسائل الدين، وبالتالي نثبت لكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج أن القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبارهما وحيا المنبع الأول الذي نأخذ منه معارفنا الدينية.
وقلت إن هذا المنبع معه وفي إطاره وفي هدايته يأتي العقل المسلم الذي يأتي بأشياء من عنده في إطار التزامه بالوحي المعصوم، فيكون العقل أيضا منبعا من منابع المعرفة الدينية، وهذا ما سوف نراه بالتفصيل عندما نعرض للمسائل والقضايا التي نتناولها في هذا البرنامج. لكنني أردت أن أعطي للسنة حقها، لأن السنة كما ذكرنا من قبل هي التي يعني تفسر ما غمض من معاني القرآن الكريم وتفصل مجمله، وبالتالي لا غنى للمسلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يحدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام ويحذرنا ممن يدعي أنه يأخذ بالقرآن الكريم ويعني يدعو إلى الالتزام به فقط دون الأخذ بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم القرآن، بيننا وبينكم القرآن، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذن هذا الحديث يحذرنا من هذه الدعوات الباطلة التي تخرج بين الحين والحين، إما أن يسموا أنفسهم بالقرآنيين وهم يريدون هدم الدين بدعوتهم إلى ترك السنة، أو أحيانا يخرج من يخرج ولا يصرح بترك السنة وإنما يشكك في يعني الطرق التي نقلت إلينا السنة بها، وهذا من خلال التشكيك في كتب السنة الصحيحة مثل البخاري ومسلم وغيرهما. هذه كلها محاولات يعني تجري على ألسنة من يريد هدم الدين، لأن الدين كما ذكرت وكما سيتبين لنا بالتفصيل بعد ذلك لا تقوم له قائمة، ولا تستطيع أصلا أن تعبد الله عز وجل عبادة كاملة صحيحة كما أرادها الله تبارك وتعالى منا إلا إذا أخذت بالسنة مع القرآن الكريم. مثال سريع: القرآن يأمرنا أن نقيم الصلاة، ولكنه لا يكلمنا عن تفصيلات الصلاة باعتبار أنها خمسة أوقات في اليوم والليلة: الصبح ركعتان، والظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة. هذه التفصيلات وغيرها كما تعرفون وكما نضرب لذلك أمثلة بعد ذلك لا توجد في القرآن الكريم. فكيف سنصلي؟ كيف سنصلي لله والذي أمرنا بأقيم الصلاة؟ أمرنا بأقيم الصلاة ولكنه ترك القرآن الكريم التفصيلات التي تخص هذه العبادات للسنة. فإذا لابد من الجمع بين القرآن والسنة حتى تعبد الله عز وجل كما أراد منا، ولا يمكن أن ينفرد القرآن في ذلك. طبعا هناك أمثلة كثيرة في العبادات وفي المعاملات، في البيوع، في الزواج، في حتى في العقائد، في السمعيات، في الغيبيات، كل ذلك نأخذ تفصيلاته وتكميلاته التي وردت في السنة ونضيفها إلى ما ورد في القرآن الكريم وهو الأصل والأساس الذي تبنى عليه السنة كما هو معروف، فيكون مجمل ما ورد في القرآن وفي السنة هو مجمل دين الإسلام. هذه النقطة مهمة جدا أردت أن أؤكد عليها في بداية حديثنا عن السنة، وسوف يأتي إن شاء الله بعد ذلك أمثلة وأدلة على ذلك.
إنما أنا أريد أن يعني أعرف بالسنة. ما المقصود بالسنة؟ طبعا عندما نتكلم عن تعريف مصطلح من المصطلحات فلا بد أن نعرف أن هذا المصطلح قد يكون له أكثر من مفهوم بحسب الفن أو التخصص أو العلم الذي يعرف بهذا المصطلح. فعندما نتكلم عن السنة مثلا في اصطلاح علماء العقيدة فإنها تطلق دائما باعتبارها نقيض البدعة. فالسنة هي نقيض البدعة، أهل السنة لا يبتدعون وأهل البدعة لا يستنون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة عند علماء العقيدة هي الاقتداء والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون الثلاثة المفضلة، وتطلق على هذا النحو عند علماء العقيدة. أما عند علماء الحديث فالسنة يعرفونها بأنها كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، يعني كل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل إقرارات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي مجمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مثلا القول، هناك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كلام، كلامه كلام تكلم به، وهو الحديث الذي يعني خرج من فمه صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته، إلى آخر الحديث. هذا أول نوع من أنواع السنة، وهي الأقوال التي قالها صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه أصحابه فالتابعون فتابعوهم إلى آخره حتى دونت كما سوف نتكلم بعد ذلك. وهنا أريد أن أنبه إلى أن الصحابة كانوا يستمعون إلى ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظونه حفظا، وكانوا يقولون أعلمنا أحفظنا، يعني أعلم الصحابة هم أكثرهم حفظا عنه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن النوع الثاني من أنواع السنة هو أفعاله، يعني أفعال أو تصرفات فعلية كان يفعلها النبي أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة يفعلها ومن ثم حدثوا بها أنه فعل كذا وكذا وفعلوا مثله، وبالتالي أصبح هذا الفعل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاف إلى النوع الأول هو السنة القولية، وهذا ما يسمى بالسنة الفعلية. مثل مثلا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج منه قدم رجله اليسرى. فهذا فعل، ولم يقل شيئا، فعل فعلا. وبالتالي هذا الفعل أو وأمثاله من تصرفاته صلى الله عليه وسلم كان مثلا إذا نام على جنبه الأيمن، هذا فعل. وبالتالي مثل هذه الأمور هي أفعال قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النوع الثاني من السنة. النوع الثالث من السنة هو الإقرار. الإقرار معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلاما أو رأى فعلا فأقره، يعني وافق عليه. والموافقة إما أن تكون بالكلام كأن يقول صدق فلان، أو أن تكون بالسكوت. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع كلاما وسكت، أو إذا رأى فعلا وسكت، فهذا يعني أنه أقره، لأنه لو كان هذا الكلام أو هذا الفعل مخالفا لشرع الله عز وجل الذي أوحى به إليه صلى الله عليه وسلم لا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه وبين أنه مخالف لدين الله. ففيما يخص الإقرار
في السنة أن مثلا مثال عمرو بن العاص رضي الله عنه كان له ولد اسمه عبد الله، وكان من الشباب المجتهدين جدا في العبادة، فكان يكثر من العبادة لله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وغير ذلك. فلما تزوج ذهب أبوه عمرو بن العاص إليه فسأل زوجته، فقالت له إن عبد الله نعم العبد لربه إلا أنه لا يعرف لنا فراشا. فلما رجع عبد الله بن عمرو قال له أبوه إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما وصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق عمرو. مجرد ما أن الرسول قال صدق عمرو أصبح الكلام الذي قاله عمرو بن العاص حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح جزءا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الرسول هو الذي قاله لأن الرسول أقره. ولو كان هناك أمر يخالف الشريعة ويخالف الوحي ويخالف ما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى رسوله لنهى عنه. ومثال ذلك مثلا عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يتباهون بالأنساب ويتعالى بعضهم على بعض بالقبيلة وبالنسب وبغير ذلك مما وبالعصبية وبالعرق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في نهي دعوها، يعني دعوا العصبية، دعوا التفاخر بالأنساب وبالعائلات والأسر وغير ذلك، لأن القرآن علمه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن مثل هذه الأمور من شأنها أن يعني تفرق بين المسلمين على أساس عرقي أو على أساس النسب، وهذه كلها أسس لا يعرفها الإسلام، بل نزل الإسلام الحنيف لكي يقضي على مثل هذه العصبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها، يعني العصبية والتفاخر بالأنساب وغير ذلك، دعوها فإنها منتنة. منتنة يعني من شأنها أن تفتت الأمة وأن تأتي بنتائج سلبية على جماعة المسلمين. وعندما يعني في الحديث الذي يعني يعرفه الجميع سأل جماعة من الصحابة، سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة، يعني هكذا فقط، يعني هو ده بس للرسول صلى الله عليه وسلم بيعمله، فكأنهم تقالوها، وهم عندهم هذه الحماسة والحمية للدين وللعبادة لله تبارك وتعالى، فقالوا ما لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله ما تقدم له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا الكلام نهاهم عنه، حتى نعلم أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعده خارج هدي الإسلام من أقوال أو أفعال، وأن ما أقره ووافق عليه بصريح القول كما قال في حديث عمرو صدق عمرو أو بالسكوت يدخل في سنته صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي أقوال هؤلاء الشباب الثلاثة قال لهم أما وإني أخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا نهي وتخطيء
واضح وصريح للأقوال التي قالوها ولما انتووا عمله من العبودية التي فيها غلو وإثقال على النفس، وبالتالي فيها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. إذن الإقرار هو ذلك الجزء من السنة التي وافق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الحديث أو من فعل الفعل. لكي يكون مجموع هذه الثلاثة، كل قول أو فعل أو إقرار صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يكون هذا هي مجمل السنة النبوية، وبعض المحدثين يضيفون إليها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من خلق أو من خلق، يعني خلق الهيئة، ويعني هذه تفصيلات إنما يمكن أن تضاف إلى هذه الثلاثة. فالخلق هو سلوك، والسلوك يدخل في السنة الفعلية، أو هو تنظير وتوضيح للقيمة والخلق ويدخل في السنة القولية، وكذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته أيضا يدخل في السنة الفعلية. إذن السنة هي كل ما صح عن رسول الله من قول أو فعل أو إقرار. ونكمل الحديث عن السنة النبوية الشريفة في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.